شفتوا حضراتكم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عمل ايه؟ عمل ايه؟ وقف مع اللاعبين، عندنا ثقه كبيره فيكم من يومين، امبارح او اول امبارح، وقف مع اللاعبين، عندنا ثقه كبيره فيكم، انتوا بتلعبوا باسم النادي الاهلي، وراكم 70 80 مليون اهلاوي كلهم مستنيين منكم الدوري، الافريقيا خلصت، افريقيا اتحطت في الدولاب خلاص. فكر في اللي بعده، اداهم ثقه كبيره جدا، خليتهم ينزلوا مغلوبين 2-1 لغايه الدقيقه 88، ولكن عندنا ثقه كبيره جدا في مجموعه اللاعبين اللي موجودين. قدروا يتجاوزوا الموقف الصعب اللي انا حطيت نفسي فيه كلاعب. اللي انا حطيت نفسي فيه كلاعب دي الوقفه اللي وقفها كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين. خدوا بال حضراتكم تعبير الوجه، الكلام اللي بيتقال، ممكن اقول كلام كويس ولكن تعبير وشي بيوحي لك باشياء اخرى. هو ده الكابتن محمود الخطيب بيعمله، كيفيه اداره الفريق في مثل هذا الظرف الصعب. انا كسبان العاشره بطوله افريقيا، وبعد كده رايح ألاعب الانتاج الحربي، انا اسف، رايح ألاعب البنك الاهلي، اتعادل مع البنك الاهلي وداخل على مباراه الانتاج الحربي. فازاي اقدر ادير الموضوع؟ وانا قلت لحضراتكم ان زمان ما كناش بنشوف رئيس نادي الاهلي ولا نائب رئيس النادي الاهلي ينزلوا يقفوا مع اللاعبين، لان كان في جمهور واقف في ظهرنا. دلوقتي الكابتن محمود بيقوم بهذا الدور. بيقوم بهذا الدور، بيقوم بدور الجمهور وبدور دايما بيوعي اللاعبين وبيقول لهم. واحنا سمعنا خلال الاسبوع اللي فات بعد العشره واحتفالات النادي الاهلي بالعشره مع كهربا ومع شريف ومع سامي كابتن سامي قمصان ومع وليد سليمان ومع سعد سمير، شفتوا اللاعبين بيقولوا ايه؟ هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين اي حد تاني، صدقوني. فاحنا هنفضل ندعم وهنفضل نساند وهنفضل واقفين ورا الفريق.